ما زلنا مع الانتخابات الفرنسيه ايضا من اليمين الى اليمين المتطرف ومارين لوبان تحديدا. فرانس 24 بتقول مارين لوبان تزور لبنان لتوجيه رساله دعم لمسيحي الشرق. مصدر حكومي لبناني قال ان زعيمه الحزب حزب الجبهه الوطنيه اليميني الفرنسيه المرشحه للانتخابات الرئاسيه مارين لوبان هتزور لبنان يوم 19 و20 فبراير، ومن المفترض انها تلتقي بالرئيس اللبناني ميشيل عون وبرئيس الحكومه سعد الحريري. وفقا لفرانس 24 بيقولوا انه مارين لوبان بتتوقع وبتسعى من هذه الزياره لتوجيه رساله دعم للمسيحيين في الشرق. وموعد الزياره ده الحقيقه دي تاني مره يتم الاعلان عن زياره للبنان، والمره الاولى تم تاجيلها. ولكن البعض يتحدث انه لوبان بتحاول تدور لنفسها على المكانه على الساحه الدوليه بعد اشاره مصدر في حزب الجبهه الوطنيه اللي بتتزعمه ومصدر رسمي ايضا داخل لبنان انها كانت بتنتوي هذه الزياره يوم الجمعه والسبت الماضيين ولكن لم يحدث. طبعا التقرير بيتحدث عن فكرة وجود الرئيس اللبناني ميشيل عون اللي أسماه التقرير أنه من أبرز حلفاء حزب الله اللي بيقاتل إلى جانب النظام السوري، وأيضا الحديث عن سعد الحريري رئيس الحكومة اللي أيضا بيصفه التقرير بأنه هو كان طوال الوقت ضد السياسة السورية وضد الرئيس السوري، وبيشيروا أنه مارين لوبان كان دايما ليها موقف خارج الموقف الرسمي الفرنسي وكانت بتقف بشكل أو بآخر مع استمرار بشار الأسد في سوريا وضد المعارضة السورية وما يجري هناك.